رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أخي المسلم أختي المسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأحاديث القدسية، روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين: كلاكما في خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. وفي رواية أخرى: ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت، ويا أهل النار، خلود لا موت. والمعنى من هذا الحديث: لقد خلق الله سبحانه وتعالى الزمن في هذا الكون، وجعل كل شيء يجري في هذا الزمن، وجعل الزمن يجري في الكون. ولقد خلق الله الزمن يوم خلق السماوات والأرض، هذا كما قال في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولكن لماذا خلق الله تعالى الزمن يجري في كل شيء في السماوات والأرض؟ ليجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء من خلقه زمنا، أي أجلا، وينتهي ويخلق بعده خلقا آخر، وبذلك يكون هناك موت وحياة، وبعد الحياة موت، وهكذا، حتى يرث الله القدير السماوات والأرض وما بينهما. ففي الحياة نجد أن دورة الموت والحياة في كل خلق في هذا الكون الذي نعيش فيه، حتى الجبال لها موت وحياة، فإننا نرى جبل ويستمر ملايين السنين، وبعد ذلك يموت الجبل ويستوي بالأرض على صورة حجارة ثم تراب ثم تأخذه الرياح، ويخلق الله سبحانه وتعالى بعده جبلا آخر. وإن دورة الحياة والموت في كل شيء، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، عنده موت ثم حياة. ومعنى هذا فهو دليل واضح على أن الزمن يجري في كل شيء، وكل شيء يجري في الزمن، لكن لم يصل أحدا من العلماء إلى حقيقة الزمن وماهيته وأسباب عجزهم، هي لأنهم ظنوا أن الزمن زمن واحد وله تغيرات مختلفة، ولكن على العكس، إن الزمن له أزمان مختلفة، ولكل زمن قانون مختلف ونظام وحسابات مختلفة تماما عن الزمن الآخر. فهناك الزمن الكوني وهو متعلق فقط بالكون، وهناك زمن آخر وهو الزمن الجغرافي، وهناك الزمن البيولوجي، وهناك أيضا الزمن الجيولوجي. أما الزمن البيولوجي فهو الذي يجري في خلايا أجسام الأحياء، والزمن الجيولوجي وهو الذي يجري في صخور الأرض. وفي كل زمن من هذه الأزمان أجال كثيرة وأزمان شتى، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الزمن وعلاقته بدورة الحياة والموت. فإذا تأملنا الزمن الكوني ونظرنا إلى السماء وما بها من كواكب ومجرات ونجوم، فلكل نجم من هذه النجوم الموجودة في المجرات له أجل يبدأ فيه وينتهي إليه، ثم يحل نجم آخر مكانه، فهذا هو الزمن الكوني. أما الزمن الجغرافي فهو يتعلق بكوكب الأرض
وسبب هذا الزمن هو دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كل 24 ساعة، وطوافها حول الشمس مرة واحدة كل عام، أي الأرض. وبهذا الدوران يتتابع الليل والنهار على سطح الأرض. أما الزمن البيولوجي فهو أعقد الأزمنة على الإطلاق، فهو يجري في خلايا الإنسان والحيوان والنبات والحشرات. والزمن البيولوجي هو الذي يجعل من الجنين في بطن أمه فيصبح صغيرا ثم يصبح طفلا بسريان الزمن البيولوجي فيه، فصبيا فشابا فكهلا. فكل هذا يحدث في الدنيا، أيام تأتي وأيام تذهب. فهذا الحدث كله أحداث تحدث في الدنيا. أما في العالم الآخر فالموضوع مختلف تماما، فالزمن هناك متوقف، بل هو مختف تماما، ولا يوجد غير الخلود كما ذكر الحديث الشريف. وللحديث عن الموت والحياة، فإننا نرى أن الذين تكلموا عن اسم الله الأعظم اختلفوا فيه، فبعضهم اعتقد أن الاسم الأعظم بمعنى هناك أشياء أو أسماء عظيمة، فلكل اسم من أسماء الله أي صفة لم تكن إلا فيه بحق، مثل القادر، العزيز، الموجود، الغفار، الباسط، المنعم. لكن يجمع كل ذلك كلمة واحدة فقط، وهي الله، لأن الله لا مكفول لها في صفة إلا أنها الاسم الجامع للوجود الأعلى بكل صفات الكمال فيه. ولذلك يأمرنا الله حين نعمل عملا أن نذكر اسم الله فيه، لأننا إن أردنا عمل عمل نستنجد بالقادر، لأننا في حاجة إلى قدرة لإنهاء هذا العمل، وإن أردنا علما استنجدنا بالعليم، وإن أردنا عزة نستنجد بالعزيز. فالاحتياجات عديدة إلى المولى عز وجل، فأراحنا الله سبحانه من تكرار هذه الصفات الربانية وقال قل بسم الله، فهي الجامعة لكل صفات الكمال فيه. فإذا جاء قوم فقالوا إن اسم الله هو الحي وليس الوجود، لأننا نعلم أن الوجود قد يكون وجودا تافها لا نفع فيه، وقيل إن الاسم الأعظم هو الحي، وبقولهم الحي قد جاءت للدليل على وجود الحياة أولا، والحياة نقيضها الموت في الدنيا، لأن الإنسان يحب أن يحيا الحياة التي تعطيه كمال الإسعاد في نفسه. فإذا كان طالحا وأحب الشهوات وسعد بها يحب أن تدوم هذه السعادة دون التكتف لما وكل إليه من خالقه سبحانه، ولذلك يكره أن يموت. وفي الجهة الأخرى الصالحون، وهم الذين يعملون عملا موفقا يرجون من ورائه الاستفادة منه أطول فترة زمنية من الأجر والثواب والحسنات عندما يتوفانا الله سبحانه. فالطالحون هم محبون للحياة ولذاتها، والصالحون أيضا محبون إلى أعمال الآخرة وخيرها. فالأول نراه عاشق لمهمة الإنفلات، والثاني نراه عاشق لمهمة الخلود. فالإثنان يحبان نعيما مختلفا، والإثنان يكرهون الموت، والجميع يكره الموت. وعندما يرونه في الآخرة يغضبون منه حائرون كارهون. فالمعذبون في النار عندما يرون الموت يعتقدون أن فيه نجاتهم من عذاب النار، ويعودوا إلى شهواتهم من جديد. أما الصالحون عندما يرون الموت يقولون إن الموت الذي جاءنا في الحياة الدنيا قد أخرجنا من خير محصور في الدنيا إلى خير غير محصور في الآخرة، فما كان الله يتراجع في قوله أو فضله. وبمشاهدتهم للموت يفرحوا اعتقادا بأن الله سيعطيهم أفضل من نعيم الآخرة، فالإثنان فرحان بحضور الموت من جديد أمامهم. فيؤتى بالموت على الصراط فيذبح لكي يطمئن الإثنان معا، ويقول يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وهنا يتوقف الزمن عن الجمع والعد،
لأنه لا يوجد زمن إلا في وجود حدث، ولذلك إذا نام الإنسان قطعت أحداثه، لأن النوم نوع من الموت وليس حدث. والدليل على ذلك أهل الكهف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فسئل: كم لبثت في سباتك؟ قال: يوما أو بعض يوم، لكنه لم يرى أي تغير في ذاته أو يتغير بمرور الزمن عليه، لقال حينها: أكثر من يوم أو بعض يوم، بل لتكون سنة أو أكثر من ذلك، ولكنه لم يجد تغيرا في أجسامه. ولكن لكي نعرف الزمن شرحه الله لنا في سورة البقرة، حيث قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم سأله الله عز وجل بعد ذلك وقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فهذا الوقت هو أقصى فترة يمكن للإنسان أن ينامها، وهي يوم أو يوم ونصف، لأنه لم يجد شيئا قد تغير في جسده. فقال له الله: بل لبثت 100 عام. والدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتحكمه في الزمن والوقت والمخلوقات، قال الله له: انظر إلى طعامك وحمارك وما نستطيع أن نفعل، فالطعام لم يتسنى، بمعنى ما زال طازجا ولم يحمض، بمعنى لم يمضي عليه غير يوم وليس أكثر، لأن المدة إذا زادت عن ذلك فلسوف يحمض هذا الطعام. وأيضا عندما نظر إلى حماره فوجده عظاما وترابا، وهذا التحول للحمار وذوبان عظامه إلى تراب تحتاج إلى وقت وأعوام عديدة، ما يقرب من 100 عام. ومعنى ذلك أن الله فعل الأمرين الزمنيين، مدة الطويلة والمدة القصيرة معا. والله سبحانه وتعالى قادر على جمع الضدين معا في وقت واحد، والعالم الآخر عالم بلا زمن وفيه الخلود، وهو عالم بلا زمن، وهو عالم فوق طاقة تخيل عقولنا نحن الإنسان، لأن عقولنا صنعها الله عز وجل من خلايا وأنسجة، وهذه الخلايا تجري في الزمن والزمن يجري فيها كما قلنا، فكيف لعقولنا أن تفهم هذا الزمن؟ فهذا بعيدا عنها وأعلى من مستوى تفكيرنا. ولكن للدليل على ذلك دورة الموت والحياة، انظر إلى دورة الحياة والموت في النباتات أو الزهور، فإنك سترى عجبا، سوف ترى بعض من هذه الزهور التي خلقها الله سبحانه وتعالى مختلفات في عملية التلقيح التي تقوم أو تؤدي إلى حياتهم. فمثلا بعض من هذه الزهور يلقح بواسطة الرياح، فالرياح تأخذ حبوب التلقيح من زهرة وتحيي بها زهرة أخرى في مكان آخر، وزهرة أخرى تلقح بواسطة الاحتكاك من زهرة لزهرة أخرى، وزهرة أخرى تلقح بواسطة الحشرات الطائرة عندما ترفرف الفراشات فوق إحدى الزهرات، فتقوم بنثر حبوب اللقاح من الزهرة إلى مكان التلقيح في نفس الزهرة، حيث في حركتها هذه تحتك بحبوب اللقاح التي على المياثم وتوصلها آليا إلى المدقة في نفس الزهرة، وهذه المدقة هي عضو التأنيس. وأيضا يمكن ملاحظة النحلة وما تحمله عقب امتصاصها لرحيق الزهرة، تحمل معها حبوب اللقاح إلى زهرة أخرى. نعم، فإن دورة الحياة والموت في النباتات كمثل دورة الحياة والموت في باقي الكائنات الأخرى، ويمكن ملاحظة هذه الدورة الربانية عندما ينزل المطر على أرض جرداء ماتت وبماء المطر تحيا من جديد، فكل موت يعقبه حياة وموت وحياة أخرى. وعن رواية الإمام أحمد عن قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قلنا: يا رسول الله، وهل هناك يوم مقداره 50,000 سنة؟ فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده،
إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ويدل هذا الحديث الشريف على أن 50,000 سنة في الدنيا تتساوى مع دقائق أو لحظات في منظومة الزمن في الآخرة. فإن الإنسان منا عندما يبعث يوم القيامة لن يشعر بآلاف السنين ولا بالزمن الطويل الذي مر عليه في قبره، لأن الإنسان منا حينما يموت دخل على الفور في لا زمن. وإذا سئل عندما يبعث كم لبثت، سيقول يوما أو بعض يوم. ولقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: من مات قامت قيامته. وفي سورة النحل يقول الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وبمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما يتوفى أحد من المؤمنين تقوم على الفور قيامته ويحاسب ويصدر الحكم عليه سواء كان مؤمنا أو عاصيا. وروى الترمذان وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة في حديث له: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. وهذا معناه أن لا وجود زمن في الجنة، وهذا معناه أن لا وجود للزمن في الجنة، لأن الثياب والشباب يفنيهما الزمن. أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة الكريمة، إلى هنا نأتي بكم ومعكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، حيث كان حديثنا فيها عن الزمن. وصدق الله الكريم وصدق نبيه الأمين. وإلى لقاء آخر يجمع بيننا في حلقة أخرى. تقبلوا تحيات الزميل عبدي عمر من الهندسة الصوتية ووراء الكاميرا، والزميل رضوان عبدي آدم من الإديتر والتنسيق. وهذا أحمد حسن آدم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق، وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا